حياكم الله شيخ، أحسن الله إليك. عندي سؤال أحسن الله إليك شيخ، لو تبين لنا عقيدة أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء. شكرا يا أبو محمد، بارك الله فيكم، تفضل يا شيخ. نعم، كرامات الأولياء حق إذا كانوا أولياء بالمعنى الصحيح، وهم الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. وقد تجري لهم كرامات من أجل مساعدتهم إذا احتاجوا أو نحو من ذلك، لحاجة في الدنيا أو لحجة في الدين، فالله قد يعطيهم كرامات خارقة للعادة، والكرامة معناها الخارق للعادة، وهذا من الله سبحانه وتعالى إكراما لعباده المتقين. ولكن لا يجوز الغلو في الولي، وإن كان له كرامات لا يجوز الغلو فيه وطلب البركة منها وغير ذلك كما يفعله المخرفون. نعم.